مشاهدينا الكرام، نود أن ننوه إلى أن وزارة التجارة وأيضا الصناعة أصدرت قبل قليل قرارين تضمنا تثبيت أسعار الرؤوس الحية والذبائح وأيضا اللحوم الحمراء بأنواعها في الأسواق المحلية ودعم الأغنام الحية والمستوردة. جميع هذه القرارات مشاهدينا تأتي بهدف دعم المخزون الغذائي للبلاد وأيضا توفير احتياجات كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. ومشاهدينا نعود الآن مشاهدينا إلى حلقتنا عن موضوع هام وهو الشائعات وأيضا الأخبار المغلوطة وما يندرج تحت بند الجرائم الإلكترونية. كما شاهدتم في التقرير السابق مع ضيفنا النقيب سعود أنور الوزان ضابط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. نقيب سعود أهلا ومرحبا بك وسعداء جدا بوجودك معنا في هذا الظرف الطارئ وأيضا الاستثنائي. يا أهلا فيك، كان أسعد. نقيب سعود، يعني في البداية خلال هذه الأزمة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، يعني ما هو دوركم في إدارة الجرائم الإلكترونية؟ طبعا دور إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية هو رصد كل ما يرتكب من جرائم من خلال الإنترنت ورصد الشائعات والأخبار المغلوطة التي تنتشر في هذه الأزمات. نقيب سعود، يعني لا زالت هناك حسابات يعني وهمية تعطي قراءة خاطئة عن الأوضاع، يعني ما هو، يعني هل هناك متابعة دورية لهم؟ صحيح، أكيد لنا دور كبير في هذا الشأن من خلال كشف ورصد الحسابات الوهمية وإحالتها إلى النيابة. طبعا أكيد هذه الحسابات تنشر أخبار مغلوطة وأخبار كاذبة في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تشكل جرائم أخرى غير الإشاعات وغيرها. هناك من يظن أن إطلاق الشائعات هي حرية شخصية دون الانتباه إلى المسؤولية، يعني كيف يمكن تحقيق المقاربة بين هذه الحرية الشخصية وأيضا المسؤولية الجماعية؟ طبعا هذا الكلام غير صحيح. الحرية الشخصية تنتهي حين يرتكب الشخص جريمة، وإطلاق الشائعة هو جريمة أصلا. اليوم تبلش مسؤوليتك الذاتية والمسؤولية الاجتماعية للمجتمع اللي أنت عايش فيه أن أنت تنشر الأخبار الصحيحة، تنشر الأخبار، التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها ووقف الشائعات عندك، ولا يتم نشرها بدون تأكد وبدون مطالعة الأخبار الرسمية والمصادر الرسمية لهذه الأخبار. ما هي الأعمال يعني أو التصرفات التي تندرج تحت تصنيف الجرائم الإلكترونية؟ طبعا تصنيف الجرائم الإلكترونية هو يندرج تحت قانون رقم 63 لسنة 2015 وهو قانون تقنية المعلومات. الجرائم كثيرة، لكن منها على سبيل المثال المساس بالكرامة والابتزاز والدخول غير المشروع، هذه من أبرز الجرائم اللي موجودة في قانون تقنية المعلومات. ماذا يعني بما يتعلق بالمواقع أو الحسابات الإخبارية، هل هناك تنسيق بينكم وبين وزارة الإعلام؟ بالتأكيد هناك تنسيق بين وزارة الإعلام ووزارة الداخلية، وبالفعل تم إحالة بعض الحسابات الإخبارية المرخصة إلى النيابة لنشرها بعض الأخبار الكاذبة والمغلوطة. الحالات التي يقع فيها الفرد تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية، نقيب؟ طبعا هي أمور كثيرة. اليوم احنا لما نقول مساس بالكرامة، مجرد نص مادة المساس بالكرامة هو المادة 3 فقرة 4 قالت أن الشخص اللي يرتكب جريمة المساس بالكرامة تصل عقوبته إلى 5 سنوات أو غرامة تصل لحد 20,000 دينار كويتي. هذه إحدى الجرائم. طبعا احنا عندنا جرائم الابتزاز، هي جريمة منتشرة في هذه الفترة. كذلك عندنا الدخول غير مشروع. اليوم إذا أنا استخدمت مثلا حسابك وأنت لا تعلم أو إيميلك اخترقته وأنت لا تعلم، هذه جريمة بالنهاية، وتبدأ عقوبتها من 6 شهور إلى 5 سنوات وأكثر. ماذا عن المقيمين؟ ما تحدثنا عن المواطنين، ماذا عن المقيمين؟ بالطبع المواطنين والمقيمين يأخذون نفس العقوبة في القانون، ولكن في بعض الحالات يتم إبعاد المقيم للصالح العام. طبعا المواد في قانون الجرائم الإلكترونية التي نستوضح منها العقوبات خاصة بتلك التي تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما هي أهم هذه المواد؟ طبعا احنا اللي بنقوله اول شيء احنا لازم نفرق ان قانون تقنية المعلومات ليس مختص فقط في مواقع التواصل الاجتماعي، انما هو مختص في الانترنت بشكل عام، ليس محصور فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، انما مثلا هناك مواقع معينة يتم ارتكاب جريمة فيها وهي ليست تابعة لمواقع التواصل الاجتماعي، هو يكون مثلا ويب سايت او غيره، فيندرج تحت قانون تقنية المعلومات رقم 63. في ظل هذه الظروف الاستثنائية وأيضا الطارئة التي تمر بها البلاد، يعني نقيب سعود، هل هناك نصائح تود توجيهها لتجنب الوقوع تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية؟ بالتأكيد احنا اليوم نقول الهدوء وضبط النفس مطلوب في هذه الفترة، التعاون مع رجال الأمن. اليوم في أشخاص مثلا يصور لك فيديو ينتقد بعض الإجراءات، نعم هي إجراءات ممكن تكون مشددة لكن هي تصب في صالح المواطن، والإجراءات اللي قامت فيها الدولة مشكورة طبعا، هي
تضافر الجهود بين جميع رجالات الدولة في سواء الأجهزة الأمنية أو جهات الإعلام أو غيرها أو غيرها. المطلوب اليوم من المواطن أو المقيم هو الحرص والوعي والتنبيه على بعض الأمور السلبية أن احنا نبتعد عنها ونبتعد عن الإساءات والإشاعات. نقيب سعود أنور الوزان، ضابط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لجميع منتسبي وزارة الداخلية. حياك الله. الله يخليك. شكرا. حياك الله. إذن مشاهدينا، أكدنا ونؤكد دائما بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، فهذه الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت لحماية الجميع وضمانا لعدم انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد. وفي مقدمة هذه الإجراءات التي يلتزم بها في الحظر التجول الجزئي من الساعة 5 مساء حتى 4 فجرا، نؤكد يا أخوان أن هذا الحظر لمصلحتكم أولا وليس مجالا للتحدي أو المخالفة. لنشاهد هذا التقرير.